أهلا بكم من جديد. أعلنت شركة البحرين للمقاصة تعيينها وكيلا لدفع توزيعات الأرباح النقدية بالنيابة عن 9 شركات مدرجة، وهو ما سيخدم أكثر من 170 ألف مساهم من 100 جنسية. ويتم إدارة عملية توزيع الأرباح النقدية من بداية عملية التوزيع وحتى إتمام عملية الاستلام من أجل ضمان استكمالها بنجاح. كما توفر الشركة عددا من الوسائل المختلفة لدفع توزيع الأرباح النقدية، والتي تتضمن تحويل المبالغ للحسابات البنكية للعملاء بشكل فوري، وتحويل المبالغ عن طريق بطاقة ماي شير، والدفع عن طريق الشيكات. وقع رئيس مجموعة الذكاء الاصطناعي الدكتور جاسم حاجي اتفاقية مع معهد انفيديا للذكاء الاصطناعي والتعلم العميق العالمي، وسيوفر المعهد ما يزيد على 200 دورة تدريبية أونلاين للطلبة والطالبات البحرينيين والبحرينيات من الجامعات والطلبة خريجي المدارس. مشاهدينا، للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم معنا عبر الهاتف خبير النشرة الاقتصادية في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم المستقبل الدكتور جاسم حجي. مساء الخير دكتور، بداية حدثنا عن هذه الدورات بشكل تفصيلي، خصوصا أن مملكة البحرين مهتمة بشكل كبير في مجال الذكاء الاصطناعي. بسم الله الرحمن الرحيم. كما نعلم سيادة الملك ذكر في كلمة السامي مؤخرا أن تطلعات البحرين في مجال الذكاء الاصطناعي، نعم، وعلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الإنتاجية والخدمية. أن العالم اليوم أصبح يتطلع لما سيخلق الذكاء الاصطناعي من وظائف جديدة، وربما يفتح أمام الجميع تطلعات جديدة متطورة لخدمة الإنسان في البحرين. وكذلك تطلعات نحن لجعل البحرين مركزا إقليميا لبرمجيات الذكاء الاصطناعي وتصديره. لذلك عمل جاهدا لتوفير دورات تدريبية متقدمة وعالمية للطلبة بالمجان. نعم. لذلك بعد اتفاقية عقدت مع معهد انفيديا للتعلم العميق والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتحليل البيانات، يسمونه انفيديا ديب ليرنينج انستيتيوت. يعتبر معهد انفيديا من اكبر معاهد التدريبيه في العالم في مجال الذكاء الاصطناعي. نعم. مقر في الولايات المتحده، فهو ذات صيت عالمي من حيث الدراسات في هذا المجال. تم التسجيل طبعا مثل ما تفضلتي بالدورات عن طريق الاونلاين، حيث بامكان التسجيل بمجان بالتالي حصولهم على شهادات دوليه معتمده، وذلك عن توفير ما يزيد عن 200 دوره تدريبيه تبلغ مده الدراسه الواحده من 8 ساعات الى 40 ساعه تعتمد على دورات، وذلك على غرام تقدم مملكة البحرين من اهتمام في مجال الذكاء الاصطناعي. جميل. طيب دكتور، ذكرت أن هناك شهادات دولية معتمدة، طيب ما هي أبرز مخرجات التعلم لهذه الدورات، وكيف ستلعب دورا في تشجيع الطلبة في فترة الحجر المنزلي؟ نعم، تعتبر هذه الدورات من دورات الغنية بالفوائد في مجال الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات بشكل عام، والتعلم العميق، تعلم الآلة والبيانات وتحليل البيانات. ومن أبرز ميزات هذه الدورات هي الاهتمام والحرص على فهم طالب المعلومات وإمكانه من تطبيقها عمليا في مجالات عديدة. جميل. كما تساعد هذه الدورات تشجيع الطلبة على الابتكار والإبداع المستمر، ما سيؤثر بشكل إيجابي على المجتمع وعلى الشركات والقطاع العام والخاص. بلا شك شكل الطلبة تأثيرا كبيرا على المجتمع وهم عمود الفقر وعلى التطور وتقدم خصوصا في هذا المجال. رغبة من تشجيع الطلبة في الجامعات والخريجين المدارس على استمرار تقدم هذه الدورات، مفترض أن تكون بأسعار عالية جدا للشركات والأعمال الخاصة، لكن حرص تقديمها لهم بالمجان. والمعاهد عملوا المبادرة دي في أوقات حرجة، طبعا مع دور البحرين الرائد في مجال الذكاء الاصطناعي. وطبعا في النهاية في امتحانات لغرض منها الحصول على وصول جميع المطلوبات للطالب والاستفادة منه في النهاية الدورة، يتم تقديم شهادات معترف بها دوليا وعالميا. جميل. ونساعد هذه الدولات الطلبة في ملف أوقات الفراغ بأمور مفيدة تساهم اكتساب مهارات جديدة وخبرات تزيد من الكفاءات في مجال الدراسة والعمل في المستقبل.
الفرد دائما يسعى لتطوير المستوى وثقافته. نعم، نتمنى أكيد التوفيق لجميع الطلبة المشاركين. دكتور جاسم حجي، خبير النشرة الاقتصادية في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم المستقبل، شكرا جزيلا لك. أعلن بنك البحرين الوطني NBB مساهمته بمبلغ 2,500,000 دينار ضمن حملة فينا خير لمكافحة فيروس كورونا، وذلك انطلاقا من حرصه على دعم المساعي الحكومية الهادفة لتخفيف الأعباء المالية للمواطنين والشركات خلال هذه الفترة الحالية. وقال رئيس مجلس الإدارة لبنك البحرين الوطني السيد فاروق يوسف خليل المؤيد أنهم يدركون في بنك البحرين الوطني ضرورة العمل بروح الفريق الواحد مع فريق البحرين لمواجهة تحديات الفترة الحالية ولتقديم يد العون للمتضررين من انتشار فيروس كورونا المستجد. أعلن معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية BIBF عن فتح باب التسجيل والقبول إلكترونيا للطلبة المسجلين أو المستجدين للعام الجامعي القادم 2020-2021 ابتداء من يوم الأحد الموافق للتاسع عشر من شهر إبريل لعام 2020، وذلك في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها في مملكة البحرين لاحتواء فيروس كورونا والحرص على سلامة الطلبة تماشيا مع المستجدات الصحية الراهنة. كما يود المعهد الإعلان عن إلغاء رسوم التسجيل للبرنامج الجامعية أو للبرامج الجامعية في هذه الفترة، وذلك دعما للمواطنين وحرصا على استكمال المسيرة التعليمية في مملكة البحرين. ونبقى الآن مشاهدينا مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا اليوم، ونبدأ مع بورصة البحرين. فقد أقفل مؤشر البحرين العام على تقدم نسبته 6%، مغلقا التداولات عند مستوى 1308 نقاط، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الخدمات. وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 2,851,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 633,000 دينار تم تنفيذها من خلال 58 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية. أما بالنسبة إلى أغلاقات باقي البورصات الخليجية فقد أغلقت جميعا باللون الأحمر، وكانت أبرز الخاسرين في نهاية تداولات هذا اليوم سوق دبي للأوراق المالية التي أغلقت على تراجع تجاوز نقطتين مئويتين. انطلق اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين برئاسة المملكة العربية السعودية، وتخطط المجموعة لاتفاق يسمح للدول الأكثر فقرا بتجميد مدفوعات ديونها الحكومية إلى فترة تتراوح بين 6 إلى 9 أشهر. كما وتشير التقديرات إلى أن البلدان التي ستتلقى مساعدات التنمية كان من المقرر أن تسدد ديونا بنحو 58 مليار دولار للدائنين هذا العام. سجلت البنوك المدرجة في أسواق الأسهم بدول مجلس التعاون الخليجي نموا بصافي الأرباح خلال عام 2019 على أساس سنوي، ووفقا لإحصائية أعدها موقع مباشر تستند لإفصاحات البنوك بالأسواق المحلية، فقد ارتفعت أرباح البنوك في الأسواق الخليجية بنسبة 17.3% خلال عام 2019 على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 5,490,000,000 دولار عن العام السابق.
النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. صندوق النقد الدولي يقدر خسارة الاقتصاد العالمي بحجم اقتصادي ألمانيا واليابان. توصلت العديد من شركات الطيران الأمريكية إلى اتفاقات مع وزارة الخزانة بشأن المساعدات الحكومية الرامية لتخفيف حدة الضربة التي خلفها فيروس كورونا. وتقدمت شركات طيران عدة بطلبات للحصول على أجزاء من منح الرواتب البالغ قيمتها 25 مليار دولار، والتي تتطلب من شركات الطيران عدم خفض الرواتب أو تسريحا مؤقتا للموظفين حتى 30 من شهر سبتمبر المقبل. توقع محللون نمو اقتصادي الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 2.15% هذا العام، وهو أدنى مستوى منذ 44 عاما وسط تفشي فيروس كورونا، حيث يعد هذا التوقع أقل من متوسط توقعات النمو البالغ 15% في استطلاع مارس الماضي. ومن جهة أخرى، توقع المحللون ارتفاع معدل التضخم في الصين بنسبة 3.3% على أساس سنوي هذا العام. والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. قال صندوق النقد الدولي أن وباء كورونا يدفع بالاقتصاد العالمي إلى اتجاه ركود عميق هذا العام، متوقعا تراجع الناتج العالمي بنسبة 3%. ولتقريب حجم الخسارة، قال صندوق أن خسارة الاقتصاد العالمي توازي حجم اقتصادي ألمانيا واليابان، أي ما يعادل 9 تريليونات دولار، ما توقع انكماش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 5.19%. لكنه توقع في الوقت ذاته تعافيه العام المقبل مع نمو نسبته 74.27%.